صرخة الشعب الموجوع ببنك الاعتماد اللبناني يشوف عليهم. هذا البنك ما حيتسكر اليوم على ما راح يتسكر وما راح نخلي حدا يطلع من هون الا ما يقبض مصريات كله. اي واحد كمان غيره بده مصريات ولح يندفعوا هلا. منا جايين نحن لنلعب ونغني ونرقص. انا الي حق بدي اياه. ماني عم اشحط. انا ماني عم اطلب فديه منك او عم اطلب منك حسني او عم اطلب منك. هذا حقه وبده ياخذه. اذا تشيك من على رصيد تحطني بالحبس انت ودولتك. انا ما بسمح لحالي اطلع من هون الا معي مصاري وكلهم كلهم كلهم. لانه اذا هيدا تشيك انا اذا انا ما معي رصيد انت بتحطني بالحبس انت ورياض صليبي ودولتك. انا اليوم ما بطلع من هون الا بدي مصاري. ان شاء الله ان شاء الله احكي ان شاء الله ان شاء الله. ثورة الشعب الشياع في عندك 50 وسط ما في شيء. انت شوف النبي يا حبيبي انت مكتبك جوا انت مدير البنك انت بتعرف عندك فيها مصاري ولا لا.